أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين فعاليات أدبية وفنية في الذكرى 45 لاغتيال الشهيد المبدع غسان كنفاني على يد الموساد الإسرائيلي في 8 تموز عام 1972 بتفجير سيارته في منطقة الحازمية قرب بيروت بعد أن عاش 36 عاماً تجرع فيها حب فلسطين التي هجر منها وعائلته عام 1948. غسان كنفاني لم يكن كاتباً فلسطينياً فقط، بل هو كان عربياً وأممياً أيضاً، لأنه كتب لكل ثورات العالم، لكل حركات التحرر في العالم، وكتب لكل الوطن العربي. كان وحدوياً ينظر للوحدة العربية والقومية العربية بمنظار تفاؤلي، وأنها ستتحقق في يوم من الأيام، الوحدة العربية بكل هذه الأمة، وبالتالي أن تحرير فلسطين، كل فلسطين، هو هدف غسان كنفاني وهو ما كتب حوله. ولا زالت هذه الأفكار في أذهاننا وفي أذهان هذه الأجيال، أن فلسطين يجب أن تتحرر ويجب أن يصل الشعب الفلسطيني إلى تحقيق كامل أهدافه في الحرية والاستقلال. نحن في حضرة الذكرى 45 لاستشهاد قامة من قامات وعلم من أعلام الثقافة الوطنية المقاومة غسان كنفاني، اللي ترك بصماته ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما على الشعب العربي وكل حركات تقدمية في العالم، تحررية في العالم. هذا المناضل الأممي قبل أن يكون فلسطينيا كان أمميا وقوميا، فبصمات ثقافته تدرس أو تتابع تثقف عن كافة الأحزاب والقوى الوطنية التي تسعى إلى التحرر وحركات التحرر الوطنية. كما أقيم معرض فني ضم لوحات لفنانين فلسطينيين وسوريين لتكريم الشهيد غسان كنفاني وتخليد مسيرته في النضال ضد الاحتلال الصهيوني. المرحوم غسان كنفاني هو رمز فلسطيني، رمز ثقافي. من البدايات كان له خطوات أسست لمرحلة سياسية وثقافية، ولذلك حاولنا في ذكرى استشهاده نكون حاضرين في المعرض التشكيلي. الأعمال الموجودة بالمعرض هذا بتحكي دائما عن نضال الشعب الفلسطيني وعن معاناته وعن كل همومه وهواجس الهم الفلسطيني، وهذا المعرض بيجي تكريم لهذا الفنان واستمرارية للمشروع الثقافي الفلسطيني العربي الاجتماعي. معرض هذا معرض وطني، معرض أهميته بتكمن إحياء لذكرى غسان كنفاني الكاتب العربي الكبير، لأنه إحنا ما بننسى شهدائنا. هلأ أنا كفنانة سورية حبيت بهالذكرى 45 لاستشهاد الكاتب غسان كنفاني بدعوة من الاتحاد العام للفنانين التشكيليين. حبيت شاركهم هالذكرى بلوحتين، قدمت لوحتين زيتيات فيهم من وحي التراث الفلسطيني والقضية الفلسطينية والتمسك بالأرض اللي كان دائما الكاتب غسان كنفاني يأكد عليها. غسان كنفاني مناضل وثائر كبير يعني في القضية الفلسطينية، وهو مؤسس لجيل كبير من المثقفين الفلسطينيين بالفكر تبعه. غسان كنفاني غني عن التعريف، هو قام من قاماتنا الفلسطينية والعالمية، اللي نفتخر يكون هذا المعرض تحت شعار اسم غسان كنفاني. يعتبر كنفاني الذي لقب بصاحب الأدب المقاوم أحد أشهر الكتاب والصحفيين العرب في عصرنا، فقد كانت أعماله الأدبية من روايات وقصص قصيرة متجذرة في عمق الثقافة العربية والفلسطينية، وأصدر حتى تاريخ وفاته المبكرة 18 كتاباً وكتب مئات المقالات في الثقافة والسياسة وكفاح الشعب الفلسطيني. في أعقاب اغتياله تمت إعادة نشر جميع مؤلفاته بالعربية في طبعات عديدة، وجمعت رواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته ومقالاته ونشرت في 4 مجلدات.